مساء الخير. بقضاء علي يلي بضم مجموعة من أهم مراكز الاصطياف اللبنانية بتوقع هالبلدة، بتتكي على كتف وادي بتحرسه أربع جبال وبتنام على أنغام زقزقة العصفور وخرير المي. سميها أهالي الجوار جورة الذهب لإنتاجها الوفير من الحبوب وزيت الزيتون المعصور على لون الشمس وورق أيلول. مياها العذبة وشجرها الأخضر المنثور على مدى العين حولوها لواحة سياحية مسيجة بالسكينة والهدوء. طموح أبنائها اتحدى الحرب فحول رصاصة لمنحوتات ساحرة ومسح عن صفحة التاريخ غبار الوقت تتصير متحف معجوق بالأصالة والتراث. نحن اليوم موجودين برمحالة. بتوقع رمحالة بقضاء علي بمحافظة جبل لبنان، بتبعد عن العاصمة بيروت 29 كيلومتر وعن علي مركز القضاء 12 كيلومتر. بترتفع 440 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 453 هكتار أو 4.53 كيلومتر مربع. اشتهرت رمحالة قديماً بزراعة أشجار التوت اللي استخدمت بإنتاج الحرير، وبعد البلدة بتحتفظ بأجزاء كبيرة من خان الحرير فيها رغم عوامل الزمن والحروب المتعددة. اعتمد سكان البلدة قديماً بمعيشتهم على أربع مواسم زراعية وهي الزيتون، الحبوب، وتربية دودة الأز بالإضافة إلى تربية المواشي. وقد سميت رمحالة بجورة الذهب لكثرة إنتاجها بالمواسم الأربعة، وهي بتعتمد حالياً على زراعات متنوعة ساهمت بإنتاج أجود وأفضل المون البيتية المشهورة بمعظم البلدات المحيطة. بيغلب الطابع الريفي على معظم بيوت البلدة، وهي شهدت بالعقد الأخير نهضة عمرانية لافتة، ولكن البلدية والأهالي أصروا على المحافظة على الغطاء الأخضر وعلى طبيعة البلدة الجميلة المحاطة بأشجار الصنوبر والزيتون. بيتميز أهالي رمحالة بالثقافة العالية والطموح الغير محدود، وقد حول أحد أبنائه بقايا أدوات الحرب من رصاص وأزيف إلى تحف فنية مميزة توزعت على مساحة خارجية وداخلية لتصير متحف إبداعي رح ينوضع على الخريطة السياحية قريباً. أما بيت الضيافة الموجود برمحالة فبيمثل مساحة إبداعية جديدة بتفوق الوصف، مع وجود آلاف القطع الفنية اللي بتحمل كل واحدة منهم حكاية جهد وتعب وتحدي انكتبت على مدى 13 سنة. بيعود اسم رمحالة إلى اللغة السريانية، وهي اسم مركب من رام ويعني التل، وحالة ويعني الرمل، فبيكون معنى الاسم تل الرمل. بإمكانكم الوصول على رمحالة من كذا طريق، إما عن طريق بسوس، شويفات أو حتى خلدة. أي طريق بتختاروها ما بيتعدى الوقت الأربعين دقيقة. أما شو هي أسهل وأقرب طريق، نتعرف سوا بهالخريطة. طريقكم من بيروت على رمحالة رح تبدأ من الحزمية، بسوس، القمطية، شملين، قبر شمون، وصولاً إلى رمحالة. تأسس أول مجلس بلدي برمحالة بالعام 1963، ورغم قساوة الأيام يلي مرقت على بلدات قضاء علي ومنهم رمحالة، إلى أنه إرادة أهاليها أعادت النبض لقلب هالبلد الحلوة وحولتها لمقصد سياحي مميز بمنطقة علي بعج بالحركة والحياة. أهلا وسهلا فيكم برمحالة. حضرتكم شفتوا رمحالة
وشفت يمكن جزء الأكبر من رمحالة، يمكن ما تسنى للوقت تشوف كل رمحالة بتضيع. بقولوا ما حدا بقول عن زيتات وعكرين، فمن هيك هلا بدي احكي عن رمحالة واشكر برمحالة. يمكن يفكر العالم لاني من رمحالة وابن رمحالة، بس بالواقع رمحالة حلوة، رمحالة حلوة بأهلها، حلوة بناسها، حلوة بمحيطها، حلوة بجيرانها، رمحالة حلوة بطبيعتها. بعدها مثل ما لاحظتوا بعدها طبيعتها ضيعة، بعدها خام، يعني بعد فيها المناطق الخضراء، غالبية طبيعتها بعدها خضراء رمحالة. مشان هيك نحن حابين نحافظ على ضيعتنا مثل ما هي هيك خضرة بدل محافظة على طابعة القروي، وحابين ندعي الناس ونقول لهم قد ما نحكي وقد ما نقول لكم رمحالة حلوة، يمكن الحكي مش مثل الشوق، فبندعيكم تطلعوا تعملوا زيارة، ولأنه بهالصيفية عملوا لكم زيارة على رمحالة، شوفوا جمالها، شوفوا أهلها الطيبين، شوفوا استقبال الناس، شوفوا شو فيها مميزات. وأنا أكيد اللي بيطلع مرة حيعلق حيعيدها دائما، لأن رمحالة حلوة، رمحالة بتحبكم وأنتوا حتحبوها. فاللي حيطلع لعنا رمحالة حيشوف أشياء متنوعة وأشياء حلوة، يعني اللي بهمه اللي يعمل هايكينج، بهمه يعمل مارش بشي محل، في عنا بعد مساحات خضرة كثيرة، عنا الحرش البوج الضيعة ممكن يمشي فيه، عنا المي تتميز رمحالة بوفر في ينابيع، في يعمل بيكنيك، في يروح يتفرج على المي، في عنا كمان في الجيست هاوس اللي بحب ينام عنا، في الجيست هاوس بيستقبله، في عنا المتحف، متحف الشظايا، في المغارة الطبيعية اللي بيعملها الفنان شير نصار، في عنا كثير، في عنا مغارة ام موسى، في عنا كثير محلات ممكن يشوفهم الضيف، ممكن يعني تلبي كل الاحتياجات، تلبي كل الاذواق، يعني طالع يمشي فيه يمشي، اللي طالع على الطبيعة فيه يشوف طبيعة، طالع بده يعمل ريلاكس فيه يعمل ريلاكس، اللي بده يشوف اشياء المتحف الشظايا تبع اول شهر بشوف الحرب كيف تحول لفن، كيف تحول لاشياء جمالات، للوحات فنية بتحكي عن حالها، واللي بده ينام عنا اهلا وسهلا في كل بيوت بيوت، وفي الجيست هاوس فيه ينام فوق كمان. من شظايا لحرب وبقايا رصاصات يلي لونت بالموت الصفحات البيضاء بكتاب التاريخ على غفلة من الزمن، نحتت إيدين الفنان شارل نصار تمثيل بتحكي الجمال والسلام وبتمحي عتم الذكريات السوداء لتعطي الأمل ببكرة أفضل وأجمل. أنا شغلي حدادي، أخذت هالمهنة عن الوالد. كنت لبدك مثل ما واحد بيشرب الحليب تعودت أو امتهنت هذه الشغلة من أنا وولد. الحدادي والحديد بيعنولي كونهم ربيت فيهم بين فضلات الحديد والحديد والشباب اللي بيشتغلوا، تعلمت هذه المهنة بالفترة، من هون تعلقت أو حبيت هذه الصنعة. إجت الحروب المتتالية، والحروب هي عبارة عن أزايف وحديد، وتعرف الفضلات اللي بتطلع من الأزيفة هي حديد، وكوني ولد والحشرية بتتخلي الولد يكتشف هودي الأشياء، فكنت لمهم وجمعهم. وتعرف الحروب تكاثرت فوق راسنا من نحن أولاد لهلا. آخر حرب كانت تنذكر وما تنعاد حرب نهر البارد، فلما صار عندي هالكمية الشظايا صرت أعملهم قطع وراء قطع وراء قطع، فصار عندي مجموعة كبيرة وحضرتكم لازم تشوفوها هلأ معروضة هون اللي ضيعتنا. كل قطعة من قطع الشظايا بتخبر خبرية كونها هي يعني مؤثرة فيي. نحن جيل حرب، كانت الأزيفة تنزل على راسنا نتخبى منها وننزل على الملجأ ونطلع نشوف أشياء غريبة عجيبة جاية بالبيت لملمهم، وهي شكلها فني يعني شكلها تجريدي. فكوني درست الرسم أنا صرت تعني لي أكثر، صرت شوف الأشياء وين بتنحط، صرت أقدر جسدها. هلأ الشظية أنا ما بدي أقرأ ما بغير بشكلها، بس هي بركبها تركيب، فمن هون الصعوبة لأنه ما كتير بلاقي أوقات الأشياء المكملة. وكل قطعة إلى عنوان بعيد عن ريحة الحرب والدمار، لأنه أنا عملت أشياء فرح يعني موسيقيين وتراث وهيك بدون ما أشرح كثير، واضحين بالصورة اللي عم نشوفها هلا. مقسوم هالمكان إلى قسمين، قسم شظايا اللي هو موجود هون تحت الأرض بهذا الكاف،
وقسم برا بالطبيعة عندنا جنينة كبيرة عم بعرض فيها الأمور الحديد. من وين بجيب الشظايا؟ نحن والشظية والرصاصة عمر، نحن أولاد كانوا يجوا بالحي، ننزل على الملجا ونطلع على البيت نلاقي هالأشياء الجديدة الغريبة لملمة. صرت أبرم أنا على الشظايا اللي هي آخر حرب كانت حرب تموز، جبت غنيمة كبيرة، وحرب نهر البارد ساعدوني مديرية التوجيه على الموضوع وعطيوني كمية كبيرة من شقف كبيرة. مشكلتي مع القطعة هي وجود الفكرة، قطعة الشظية هي بتخبرني شو بدي أعمل وبكملها. هلأ كوني متمكن من مهنة الحديدة على السريع، معاناة إنه شو بدي أعمل بتروح لجمعتين ثلاثة أوقات سنة وما بتخلص، بس ما فيني أحدد وقت، ممكن بعشر دقائق تخلص ممكن ما تخلص. نحن ورثنا عن أجداد أبو يلي قاعدين فيه هلأ كانوا يجروا منه المي ليشربوا، فأنا كوني الشظايا بدي أحضنهم بمطرح خارج إنه هني يندفنوا أصلاً، ادفنهم فيه بهالطريقة، لقيت ما في أنسب من هيدا المطرح، فاشتغلت عليه من 3 سنين أو 4 سنين بلشت أشتغل، توصلنا على هالمرحلة، قدمت طلب على وزارة السياحة وإجوا كشفوا وطلبوا مني كم نقطة أشتغل عليهم تيصير متحف أكثر من متحف عادي كضيعة وكبيت، يكون منشور أكثر بلبنان، إنه يجي عليه أكثر عدد ممكن من الناس، فطلبوا مني إنه كذا طلب بسيط عم بشتغل عليهم انه يكون في مخرج للطوارئ، وهلا هيدا بهالوقت الميت بالحياه اللي عم نعيشه بهذا الوضع عم بشتغل على الموضوع، رح نخلص ان شاء الله بعد شوي ما بعرف شهرين ثلاثه الله راد تشوفونا ونقطع من المدخل تنطلع بمخرج الطوارئ بيكون سميناه متحف على المضبوط. ما رح تقدر دقايق قليلة ببرنامج قصير تختصر مسيرة إيمان ببلدة هي قطعة من وطن سكن قلبه، فحول بيته إلى بيت ضيافة اتناثرت فيه قطع من داخل وخارج لبنان، شكلت لوحة فنية هي مزيج من البساطة والإبداع والدهشة، وأصبحت متعة مضافة لكل زوار محالها. هو بلش مش متحف، بلش انه انا بدي ارجع ضيعة بعد الحرب بعد التهجير، نرجع اعمل بيت كروي قديم من الاشياء اللي كنا نحبها، يعني خاصة انه انا عملت كتاب اسمه كتاب الحجر في بيوت القديمة كلها تبع لبنان مع اسامي اصحابها واي سنة تعمرت. فحلمي كان لما اخلص روتريت تربيتي تكون بيت من هول البيوت اللي عملتهم اللي نزلتهم بكتابي. فاشتيت صراحة الأرض كان فيها هذا الأبو اللي قاعدين فيه هلا، وحبيت إنه أعمل حضره وخلص يطلع عندي شيء متحف لإلي، لأغراضي لصوري لكتبي للأشياء اللي عملها الهاند ميد أنا، وبلشت فيه. يعني بلشت أول 3 سنين عم بشتغل بس بسقوفيات الزيتون يعني، وكنت حابب إنه أعمل شيء مميز يعني، طلعت الفكرة إنه طلع كتير كبير، بعملوا جيست هاوس، بعمل فيه كم أوضة، وبتكون روت تتعرف على العالم، بتصير الشغلة حلوة أكتر ما أكون قاعد لوحدي أنا ومتحفي مع العازة، خلي يشوفوا العالم، وهيك صارت الخبرية. أخذ تقريباً 13 سنة، مش كل يوم يعني، بس إنه بعتبرهم 13 سنة. فيه 5 أوض، وكل أوضة فيها تام، في بيناتهم رويال سويت فوق طابق مثل ما هو، تحت في عنا الفاميلي سويت تسع عائلة. في أوض بير يعني مثل واحدة اسمها لافرز، واحدة اسمها مارين، واحدة اسمها أرتست، فيها مشاهير لبنان، تابلويات زيتية موجودين فيها. في هالإسباس كله اللي تحت معمولة للجاست، يعني بده ينزل ياخد جاست، بده نعمل عادة بيفي بهذا الأبو تحت. هي الخبرية ما اجت هيك، اجت بثلاثين سنة شغل وسفر، وانا كان عندي هوبي كوليكسيونر يعني بحب جمع قصص، يعني بلشت جمع ساعات، بعدين صرت بالقرون، بعدين صرت كل فترة الاقي شغلة جمع فيها. ففي 650 صفدة بتضوي هذا المكان يعني، انا عاملهم مركبهم على اشياء منزوعة او شيء، بس طلعوا معي هيك.
في 50 ساعة قديمة، في رون ما بعرف قديش، في جراس قد ما بدك يعني فوق 100 جرس بالبيت حاس قدم. فواحد ببلش بشغله بصير شغف عنده، بصير يجمع يجمع يجمع. ركبوا هيك، بس اكيد مش كلهم من لبنان. يعني في شيء 20% من لبنان، وفي 80% من تقريبا 30 بلد. من رمحالة في كم باب صراحة سرقته من البيوت المكسرة، يعني ركبتهم فوق عملت فيهم طلعت هيك مهضومة الفكرة. يعني هي كل واحد كان بده يجي عمر بالضيعة كان بتعرفي يقبع الزيتونات يوسع الأرض، فأنا كنت استأذن منه حملهم جرجرهم بسيارتي حطهم تحت وحفرهم وضبطهم. فالزيتون أكتر شيء أخذ لي من وقتي لأنه موجود كتير بالضيعة، بس ما منقطعه ومنشحل من شاك. تشوفي صوفية كلها حبات صغيرة، في 800 متر معمولين من الزيتون، بس قصقصهم حبة حبة وملزقهم حبة حبة أسئلات لخلصوا. أخذوا 3 سنين بس عامل الصوفيات. الجاست اللي بده يجي عم يجي من كل بلدان العالم، تكل على المغتربين أكتر شيء. في شيء 10% أجانب، وفي ناس بحبوا يعملوا سياحة داخلية بقلب لبنان، ففي كتير بيجوا كمان من عكار من الجنوب بينبسطوا يشوفوا شيء غير هيك. صار مميز عنده اسم، يعني اللي ما شفته بيت الضيافة إنه في أشياء كتير. في عندك 3000 آيتم فوق 100 سنة، الفاليو تبعهم فوق المليونين دولار، يعني عرفتي كيف؟ فبيجوا كل أوتيلات العالم بفوت بعتلين هم، ما في شيء مهم وكله تجاري. هذا مش معمول للتجارة، معمول يوما ما يصير متحف من بعد ما أنا فيلم لهالدنيا، يعني مش رح يبقى أوتيل، يعني بصير ميوزيوم يعني. تتميز رمحالة بأشجار الصنوبر اللي بتحتضن البلدة من كافة جوانبها، وبتساهم بإعطائها مناخ معتدل بفصلي الصيف والشتاء، وبتمتد دروب المشي المشبعة بالهواء النقي على مدى الغطاء الأخضر بكل أنحاء رمحالة. أهلا وسهلا فيكم تلفزيون لبنان بضيعتكم، رمحالة ضيعتكم. مثل ما لاحظتوا الانتوراج محيط تبعول رمحالة كله بعده أخضر، لأنه محافظين عليه بالقانون، ومحافظين عليه بالجهد وبقلبنا. محافظين عليه بالقانون أنه مصنف هذه المنطقة كلها مصنفة زراعية، هذه الأحراش يعني يمنع البناء فيها إلا بنسبة 5%، والارتفاع الطوابق هو طابق، يعني كتير عملية البناء بهذه الانتوراج كتير ضيقة لأنه مصنفة زراعية. نحن عم نحافظ على هذا الشيء ومستقصدينه وحابين نحافظ عليها زراعيه، وده الطابع تبعه للزراعه. اللي عانينا منه من حوالي 6-7 سنين او اكثر شوي، صار في حريق بمنطقه علي بقضاء علي، قضي على مساحات هائله من الثروه الحرجيه. فانجبرنا نعمل شيء جهود لنقدر نرجع نحيي ونحافظ ونعيد لنصلح الاضرار اللي صارت نتيجه هذا الحريق. إمكانيات البلديات أنتم بتعرفوا شبه معدومة، خصوصا بلديات الضيعة الصغيرة. فرحنا على المؤسسات والهيئات المانحة، فقدرنا نعمل عقدين. أول عقد مع جمعية أرض الإنسان إيطاليا، وهلأ عملنا عقد مع لجنة الإنقاذ الدولية. هذا العقد بيقضي أنه نجيب مجموعات من العمال النازحين سوريين أو من أولاد الضيعة اللي بيحبوا يشتغلوا، نعمل تنظيف بهدول الأحراش، نمنع الحرايق. وشغلة تانية نعمل مع جمعية أرض الإنسان إيطاليا، عملنا عملية تحريش، جبنا شجر صنوبر كميات وزرعناها بالمناطق اللي نظفناها اللي كان فيها دجاج صنوبر واحترق، فجان حرجناهم زرعنا محلهم. هلا التحدي كان إنه تقدر تأمن لهم صيانة وتصقيهم، لأن مين ما كان بيجيب هالشتلة وبيزرعها مش مرجل، بس صقيها على 3 سنين هذا الشيء بيولد عبء بيولد كلفة، بس قدرنا نتحمله. هلا نحن مي رمحالة كتير غنية بالمي، عنا مي، بس انه اكيد تجيب هالمي وتصقيها وتأمن هالتجهيزات كله، هذا الشيء بده امكانيات ومكلف، بس الحمد لله قدرنا نعمل هذا الشيء. واذا بتشوفوا هلا بتصوروا هالصنوبر اللي زرعناه كله صار ما بقى بده صقاية، خلصنا من الصيانة، هلا ما نحافظ عليه ما بقى يحترق. المنطقة اللي نحن فيها تتميز بأشجار الصنوبر، فوق الضيعة اغلبها زيتون بصير، وتحت الضيعة بصير منطقة كلها مي ومنطقة مروية، يعني كل الجنينة كل حقلة فيها نبعة مي وفيها بيسقوها
في عنا ينابيع مي، في عنا 3 ينابيع مي مقصومة كان الدور قبل الزمان قبل الحرب، انه هيدا له 6 ساعات هيدا له 5 ساعات. رجعت العالم هلا عم تهتم بأرضها، كل العالم عم تزرع. عنا انتاج زيتون جيد جدا، كان عنا 3 معاصر بالضيعة، وعنا انتاج صنوبر صار مقبول، عنا انتاج ليمون، وهلا حديثا عم بيزرعوا الشباب عم بتوجهوا للأفوكا، قسم كبير صار عم بيزرع أفوكا لأنه بيطلع عنا الأفوكا. والخضروات يعني كل العالم صار تزرع الخضرة تبعولها، عنا انتاج فاصوليا، في مجموعة بيعملين شباب عم بيزرعوا فاصوليا صار. ف يعني الوجه الإيجابي لهالأزمة إنه العالم رجعت على ضياعة وعم تهتم برزقها، هذا إذا ما نطلع بالنص المليان، النص الفاضي قد ما بدك. تشتهر محالة بمياهها العذبة وبتتدفق من أراضيها العديد من الينابيع يلي بيقصدوها الزوار على مدار السنة للتزود بالمياه الموصوفة لبعض المرضى، ويعتبر نبع رأس العين، عين رمحالة وعين الجوزات من أهم مصادر المياه للبلدة. إذا ما نخبركم عن رمحالة، نحن المطرح الموجودين فيه هلأ هو النبع التحتاني، ما بعرف إذا مرق بالريبورتاجات من قبل. هيدا النبع يلي بينبض كل السنة، بيضل فيه مي كل السنة صيف مع شتاء، بيروي مساحات كتير كبيرة من الأراضي الخضرة اللي حواليه. مش لوحده نبع برمحالة موجود، في كذا نبع، وفي حتى عقارات أراضي لأهل الضيعة فيها ينابيع الخاصة. أكيد ما مش هالغزارة بس تمتاز رمحالة بينابيع الكتيرة، وهيدا سر خضارة، هيدي ثروتنا. صاروا هلأ أكتر وأكتر الناس عم بيهتموا بأراضيهم من وراء أنه متوفرة المياه بكثافة، عم نستثمر أكتر شيء بهيدا القطاع، وكمان قد ما فينا بالقطاعات السياحية إذا شيء. نحن صار عنا أشياء تانية كمان غير الزراعة، بس هلأ أكتر شيء رمحالة بتمتاز كثروة طبيعية بميتها. أهم الينابيع اللي موجودة عنا هي النبع الموجودين نحن هلأ حده، اسمه النبع التحتاني. في عنا النبع الأساسي اللي بالماضي كنا عم نخزن المي اللي أوقات الناس ترجع بتستعملها بعد فترة، حتى ما تضل كلها رايحة على ببرك أو بخزانات موجودين فوق. في كذا نبع بعد، في صوب منطقة الخنادق هونيك أكتر شيء في ينابيع صغيرة بتروي بعض الأراضي الزراعية. مع بداية طريق الحرير اللي امتدت من لبنان إلى أقاصي الأرض، شهدت رمحالة ثورة زراعية تلونت بألوان شجرة التوت وانغزلت على خيوط النول. ومع أفول نجم هالصناعة الوطنية تحولت أراضي رمحالة إلى مساحات سكنتها شجرة الزيتون المباركة اللي أعطت البلدة لأبا القديم جورة الذهب، وتكفلت 3 معاصر للزيتون بإنتاج أكثر من 700 أنطار سنوياً من الزيت المشهور بجودته وطعمته الطيب. أنا عم بطبخ صابون لأنه الصابون هيدا من عنا من أرضنا، وهيدا صابون لا مزغول ولا في شيء أي أبداً، زيت رايق عم نشيله بآخر الموسم ومنضبه مثل الأيام منشيله منطبخه. وعنا موسم الزيتون نحن أهم شيء، رمحالة كان بيطلع له فيها بين 45 و60 أمتار زيت رمحالة كله إجمالا، يعني ما في زغل شيء أبدا ومننتكل عليه. والزيتون التلفان يعني منشيله للصابو، وهيدا صابون لا في ريحة ولا في زغل ولا شيء، ريحة صابون بلد. منشيله منطبخه من سنة لسنة، تنكتين ثلاثة شو بيطلع عنده الواحد للصابون. طبخ الصابون من خمره من عشية، تنكت الزيت بدأ 4 كيلو قطره، منخمرها من عشية بنقوم على بكرة منشعلها، بتكون جمدين بس تنشعلها وتحل. إذا كانت مزغولة حد جايب من برا يعني بده يطبخ، ببق الزيت النباتي على الوجه ما بياخد
مع القطره، منشيله منكبه زيت الزيتون الصافي اللي بيبقى بكفي على القطرون، من خمره من عشيه بكون جمدين مثل الحجر، بس يدوب على بكره ساعتين نار بنشوف شو بده، منشيل هيك بايدنا ونمعصهم هيك، اذا طلعوا طرايا بعدهم معناتها بدهم قطرون، ونشدوا بصفوا مثل قشر السمك معناتها معش بدهم شيء، صاروا معدلين بعضهم الزيت والقطره، منشيلهم نعملن لهم مصب، بنصبهم بنتركهم ثلاث ساعات، بنجي حسب التأس يعني ثلاث ساعات بنجي نقطعهم، إذا كان تأس شوب بدنش ثلاث ساعات، وإن كان تأس بارد بدهم ثلاث ساعات أربع ساعات بهالمنزلة هاي بهالقيمة هاي. المونة اللي عملتها اللي شجعني هوا والمي تبع الضيعة، لأنه من وقت اللي جينا من 2010 لقيت أول شيء المناخ كل السنة حلو، الزراعة فيها كتير حلوة، التربة تبعيتها كتير خصبة، واللي شجعني ميتها نظيفة، بهالأيام ما فيك تأمني تشتري من محل لمحل، هيدا اللي شجعني، ومنه لأعمل مونة بيتي مثل كل سنة، بقى لقيت قد ما المي حلوة صرنا يصاروا هون في كتير يزرعوا بالضيعة من الفاصوليا للملوخية للفواكه، ونحن خصوصا عندنا هون أشجار الفواكه اللي بتميز عن غيرها مثل المشمش والتين والزيتون وكل الخضرة، يعني هلا عم نزرعها عنا بنقول شيء نظيف ومسقي بمية نظيفة، ومنه بيكون شغلنا ليش لنشتري بهالأيام. بقى تشجعت وصرت أعمل كل شيء من الكومبوت، منلاقي شجرة نجاس نعمل المشمش كل حبة بحبتها من هول الحبات الكبيرة نعمل منه كومبوت وأعمل منه مربى، وهذا اللي شجعني، والتين كذلك الأمر، يعني بكل موسم بلاقي شيء ثمر أو خضرة بعمل منه مثل الباذنجان المكدوس مثل الملوخية مسقية مثل الزعتر السماء مثل أكثر شيء زهورات الواحد بيشتريه بخاف من الميكروبات. نحن عنا بالضيعة كل أنواع الشتاء للزهورات من الخبايزة من الخاتمية البيبوني جنعنا عزة، يعني فيك شو ما بدك تقطفي من الضيعة وتيبسي وتعملي مونتك وتاكلي لقمة نظيفة وتشربي زهورات، كله شغل ايدي يعني شغل بيتي. كل يقدروا يطلعوا على رمحة ليتعرفوا على المنطقة تبعيتنا وجوا الحلو، واكيد تيشجعونا من منتجاتنا ويدوقوا ساعتها بهن بيحكموا اذا منتجاتنا عزوقهم يما برا احلى. العرق برمحالة اطيب لانه العنب كتير طيب ومنعتني فيه مثل غيرنا، بس يمكن أكتر من نحنا منجيب يمكن للشجر سواد الطبيعي، سواد الطبيعي وبيتشحل بترمو وبينقطف بترمو اللي بيكون حلو، وبنعمله سبيرتو بنرجع نعمله عرق وكتير طيب وممتاز. كل المنتوجات اللي شايفتين عندي شغل رمحالة، شراب البوسفير، شراب التوت، شراب الورد، خل التفاح، القصعين، دبس الرمان، ما زهر ما ورد، مربى المشمش، مربى اللقطين نزرع لقطين عنا، الخروب، توت، اللبنة، شغل 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 رمحالة يعني. الكبيس كله ما نزرعون، في عنا كذا خيمة بيزرعوا بنجيب منتوج منهم ونعملها بنحولها نحن. بنرحب فيكم برمحالة، عنا برمحالة كتير في اشياء حلوة، بتقضوا نهار كامل برمحالة، بتذوقوا المنتوجات، بتعملوا مارش، بتتغدوا اللي بدكم اياه، رمحالة ضيعة مفتوحة للجميع وبتحب الجميع، أهلا وسهلا فيكم. خضار، مي، فن، طبيعة وجمال كلهم سوا بتلاقوهم برمحالة. والتقينا معكم بتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد، من هلأ لوقتها أطيب التمنيات ودايما برفقة تلفزيون لبنان، إلى اللقاء.